ان شاء الله مربوحه ديما وداد 2-0 ان شاء الله يا ربي. جاي من مراكش باش نتفرج في الماتش وشوق الانفس باش لقيت تشيكي تشيكي الزون 5 300 درهم. هو الدري تا هو قال لك من اكادير اكادير بالله 300 درهم 300 درهم بي ديما وداد ديما وداد ديما وداد ان شاء الله مربوحه. مين يترجلوا معانا يتقاتلوا معانا 90 دقيقه لا غرينتا ديال اليوفي ديال شي حاجه ما كايناش باش الكاس يبقى في المغرب، حيت الكاس الا ما بقاش في المغرب غيديوه لي وينرز الجمهور غينزل من الاخر. اليوم اخويا عناء كبير عناء كبير الفريق الوداد البيضاوي ومفر له جميع الظروف اليوم باش يكون في نهاره، وكنتمنوا من الجمهور يعطي كلش وما يسكتش 90 دقيقه باش يساندوا الجوره، وحنا غنديروا اكثر من الجهد ديالنا، وعندنا الثقه الكبيره في وليد الركراكي وفي الدراري يكونوا رجال. واليوم ان شاء الله الوداد ديما تتهز درابو ديال البلاد، واليوم غتهزوا في العالي ان شاء الله، وديما وداد والحمد لله حنا درنا اللي علينا باقي اللي عليهم هما. تنشكروا اللعيبيه وتنشكروا هذا الجمهور اللي تيعاني بزاف، وحنايا ضربنا مسافات كبيره جينا من مدينه فاس حب في الوداد البيضاوي، وكنتمنوا ان شاء الله الوداد تربح، وهذا هداء الجمهور وهداء لهذ السلطه اللي كيديروا المجهود ديالهم باش يحميوا هذه المباراه. كنتمنوا من جماهير الوداد الانضباط كما معروف عليها، وان شاء الله 1-0 مبينزا. اول حاجه السلام عليكم خويا، اليوم كما كتشوف هذا العرس الكروي اللي كاين اليوم في مدينه الدار البيضاء كيجمع بين جوج فرق الكبيره في افريقيا بين الوداد والاهلي. حنا ندويو على الجانب ديالنا، نتمناو من اللاعبين اليوم يكونوا رجال، واليوم يتبتوا لينا بانهم رجال ويجيبوا لينا ان شاء الله خويا يجيبوا لنا ذاك اللقب اللي تسرق منا في 2019 بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. نتمنوا اللاعبين يكونوا قد المسؤوليه وعرفوا اللي عليهم، خصوصا اللي كنعرفوا بزاف ديال اللاعبين اللي كانوا حاضرين في النهائي ضد الترشي التونسي في 2019 وتسرق منا ذاك اللقب، امثال اوك وتاكناوتي الحسوني جبران. يعني بغيناهم ينتقموا انتقام كروي، حنا في اطار الرياضه بغيناهم ينتقموا لنا انتقام كروي ويجيبوا لنا هذا اللقب اللي غيكون غالي، وان شاء الله يخرج كل شيء يحتفل به. وبالنسبه للجمهور الوداد اللي كنعرفوا ديما جمهور حضاري اللي هما اللي جاي ساند الفريق ديالو بكثافه كيف ما العاده، نتمناو اللي ما حالفوش الحظ باش يقطع التذكره، رغم انه كانوا بزاف ديال المشاكل في اقتناء التذاكر، ولكن نتمناو من المسؤولين الناس الجامعه او جميع المسؤولين على التذاكر او الحوايج اللوجستيكيه يحاولوا ينظموا داك الشيء بشكل كبير، حيت فرق ديال كازا كنعرفوا عنده واحد القاعده جماهيريه الكبيره، يعني خاص داك الشيء يكون في مستوى، لان كنشوفوا حنا الجمهور كيتعذب باش كيقطع ورقته. ونتمناو الرباح ان شاء الله، وديما وداد و 2-0 داري ومبينزا ان شاء الله. الله غندي ود الكاس هذا باش ما بغاو واش وراق داخل بورقه ديالي ما كاين لا مسكاني لا والو، او تعزيزات امنيه تبارك الله عليه، ما هو صحاب المسكاني هما اللي دايرين البلبال، فهمتيني؟ الله يرحم الوالدين وداك السيت اللي داير لنا الجامعه راه باغي نصحيونا ولا ما شناو، حنا كندخلوها 500 واحد كيقول لك سلا والوراق، ما خدمه ما والو. هادي جاب الله عندنا الهاكر، تحيه لمروان الهاكر ديالنا هو اللي قطع علينا من السيت. خويا اليوم ان شاء الله مربوحه، وغنديو الكاس وغنفقصوا الجراد وغنفقصوا اي واحد ما كيحملش بو حمرون، وان شاء الله الحسوني بغيتو ماركي في هذا الماتش هذا، لما داوش كاس غنهبطوا حنا غنديو من التيران. خويا انا ودادي تنوخا وخوا خدينا 500 درهم باش ندخلوا، دخلنا بواحد الطريقه هيستيريه باش دخلنا، يعني ممنوع الدخول، شوف الباب ممنوع الدخول، بزنس دخلنا سيدي والعصا والعذاب والمعاناه، وحنا يا في الشامبيونز ليغ بغينا الشامبيونز ليغ حنا. ودي شنو تقول للعابه؟ تقول للعابه اليوم فرحونا وكونوا معنا الكازو الاخوان، كونوا رجال كما حنا كنخدموا معكم رجال، الله يخلي لكم الوالد والوالد وبالصحه ومبروك الشامبيونز ليغ ان شاء الله.